وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وهلا حدثتنا عن التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التوجيهات الملكية السامية ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا دور هذا التعاون في إثراء العمل الوطني لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها. طبعا بداية مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. كما أود أيضا وفي البداية أن أشيد بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بأعضاء السلطة التشريعية، وأن أؤكد كذلك أن ذلك اللقاء يأتي ليترجم هذا النهج المتعارف عليه من التعاون والتفاهم البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والذي سينعكس أكيدا بشكل إيجابي على منظومة العمل الوطني والتنمية. ذلك اللقاء صراحة يعد دليل واضح على المكانة الكبيرة التي تطلع بها السلطة التشريعية لدى القيادة الحكيمة، وخاصة أن المضامين التي شملها اللقاء بسموه كذلك تناولت أهم المواضيع المتعلقة بالشأنين الوطني والدولي. ذلك اللقاء كذلك كان فرصة حقيقية للاستماع إلى رؤية سموه الجديدة حول مجمل القضايا التي تهم السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يعني تتفق فيها السلطتين على المضي قدما دائما في التقدم وتحقيق طموحات المواطنين. بالعودة إلى سؤالك، فإن اللقاء كذلك عكس الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ودعمه المتواصل لتعزيز التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. نعم. وحرص جلالته على مواصلة العمل والإنجاز بما يحقق أمال وتطلعات شعب البحرين. طبعا التعاون بين السلطتين يحقق الأهداف المنشودة ويعزز كذلك من المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين. نعم. ويأتي متوافقا كذلك مع المشروع التنموي والمشروع الإصلاحي الذي دشنه سيدي صاحب الجلالة، وهو كذلك يعتبر يعني تحقيق للثوابت الديمقراطية التي دائما ما هي تقوم على الحوار وعلى التواصل المباشر بين السلطتين، والتي يعني وجدناها ووجدنا ترجمة لها في الكثير من القرارات ومن الخطط والبرامج الوطنية، والتي استطاعت البحرين من خلالها ومن خلال هذا التعاون أن تتجاوز الكثير من التحديات وتكون دائما كما هي من الدول الرائدة في المنطقة. نعم سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.